طبيبة أمريكية تطالب بتغيير اسم الأنثى إلى المنتجة مع أم ضد هذه التسمية. شلون؟ أنها هنا طبيبة أمريكية ها يعني ما نقول انثى نقول منتجه المنتجة حرفيا. شوفي انا يعني مع هذه الكلمه انه احنا منتجين، احنا النساء منتجين، منتجين اجيال، منتجين تربيه، منتجين مسؤوليه بيت، منتجين صحيح، نتحمل لكن الرجال. أنغام يعني أنا من وجهة نظري إنه أحسها راح تفقد أنوثتها وراح تكون اكيد على شكل اي يعني ماكينة بس ماكينه تنتج. اوكي، لكن المنتجه هي همين لا تنسين هي الله يعني يعينك، كلمه بها صفات حسنه هوايه، يعني أكيد انثى اوكي هي انثى لكن منتجه بنفس هي الوقت انثى ومنتجه صحيح. 100% ما شاء الله منتج. علينا، الله يحفظنا إن شاء الله. امين.